ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله باذن الله النهارده نعمل طاجن مكرونه باللحمه المفرومه في الفرن. نخش ويا بعض الفيديو كده يا حبايبي، نشوف تكاته وحركاته ونعملها ازاي. يا رب يكون عند حسن ظنكم، ويا رب الحاجه اللي اعملها واقدمها تعجبكم. يلا بينا يا حبايبي نخش الفيديو كده نشوف احنا هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاه والسلام على اشرف خلق الله اجمعين. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله النهارده هنعمل طاجن مكرونه باللحمه المفرومه في الفرن، نعملها ويا بعض يا حبيبي واحده واحده كده. نشوف هنعمل هنمشي بالخطوات فيها ازاي. قطعت هنا طماطم وفلفل اخضر، قطع بصلايه، معانا اللحمة اهي متعصجة، معانا المكرونة اهي، هنشوف هنحتاج كام. حبيب عليك ايه؟ معصجين لها الطماطم بتاعتها اهي. هننزل ببصلتين تحت، شريحتين بصل عشان القعر، طماطمتين، حبة فلفل، ودهن الطاجن سمنة اهي برضو عشان تبقى ايه، حاطة انت عبارة كل حاجة فيها اهي عشان كنت هنسى دي. وهنزل اهو البصل، يعني ايه من الجناب كده برضو بالفرشة وتهيني. هننزل بقية الطماطم بتاعتنا اهي، الفلفل اتبلهم، وهنزل يا حبيبي عليهم باللحمه، اللحمه المتعصجه. هنزل بالمكرونه، نزلنا بالطماطم يا حبايبي اهي، بالمكرونه هنزل عليها بالطماطم، الطماطم المعصجه اهي، وهنسقي الشوربه وادخله الفرن، هغطيه بالفويل كده واياكوا بقى.
حطي القلي دي حبايبها. شوية فلفل اسمر احنا حاطين على الطماطم برضو احنا بنعصك بس دي برضو اهي. لو عايزة ملح هحط لها. من هنا واحدة مرقة. بعد كده اظبطي حطك انت بقى اعرفي ايه حاطة مرقة. غطيهم فويل. ندخلها الفرن محمية الفرن الثانية. ادي المحشي بقى يا بابا. هنحط ادي المحشي يا حبايبي اهو. لو عايزه لها كبشه شوربه كمان ولا حاجه احطها لها على البوتاجاز. يستوي وهوريكم احنا ايه بعد ما يطلعوا يا حبايبي كده. يا حبايبي اهوت هغطيه يستوي بقى وبعد كده ايه هنجهز طبقين طحينه صغيرين كده يا حبايبي الفطار. هننزل كده نزلت دقه فص توم على عود كزبره اخضر وعليهم شويه ملح وشويه فلفل وهنزل عليهم بعصره ليمون. زبادي نقلبكم يا بابا. رشة زيت زيتون كده حبيبي.
اهي يا جماعه طواجن المكرونه اهي شكلها ما شاء الله عليها. تاني اهو ما شاء الله كمل طياب كمل سوا. هوريكم بقى ما نطلع ونرص على الكوبايه بقى كده نبويه بعض يا حبايبي. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا مع بعض النهارده طاجن المكرونه باللحمه المفرومه في الفرن، وعملنا فريح منه ورق عنب ومع اللحمه المسلوقه، وعملنا طحينه وخلصنا مع بعض يا حبايبي الفيديو النهارده كده. طاجن المكرونه بسم الله ما شاء الله طالع زي الفل، وبالف صحه يا حبايبي، واتمنى اشتراككم في القناه ودعمكم ليا يا حبايبي باكبر.